الحقيبة اللي سلمتها للسيد عبطان، الحقيبة الوزارية، ماذا كان فيها من توصيات للسيد عبطان؟ وهل حقق شيء على مستوى أرض الواقع؟ غير القضايا الإدارية اللي يحضرها الوزارة بالاتفاق مع الأمان العام لمجلس الوزراء حول المشاريع، حول الإدارة، عدد الموظفين، عدد الرواتب المالية، هذا كله طبعا بالحقيقة زون كان كامل. طيب. يسلم عليه. بس أنا ثلاث نقاط أكدت عليه. قلت له لا تصرف وقتك مع اتحاد الكرة، مع الأولمبية، حاول تبقى مشرف وحاضن للشباب، سواء كان الرياضيين دون الإنجاز، يعني مو اللاعبين أصحاب الإنجاز العالي. حاول أن تحافظ على المدارس الرياضية الموجودة، حاول على أن تستفيد من المشاريع الرياضية الموجودة. لا تحاول تصل، لأن إذا دخلت في مأزق مع الأولمبية راح تصرف وقتك، أحد يرضى ما يرضى عليك، وبالتالي بس هو سمع كلامك كمل الملاعب وغيرها. لا كمل، بالعكس زين، هذا زين جميل. بس هم دخل مع الأولمبية صح، في مشاكل.